نبارك لكم قرب حلول ذكرى مولدي إمامنا وولينا الثاني من أنوار الإمامة والولاية الإمام أبي محمد الحسن الزكي المجتبى صلوات الله وسلامه عليه جاء في دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام في الصحيفة السجادية تحت عنوان وكان من دعائه عليه السلام في مكارم الاخلاق ومرضي الافعال. اللهم صل على محمد واله وبلغ بإيماني اكمل الايمان واجعل يقيني افضل اليقين وانتهي بنيتي الى احسن النيات وبعملي إلى أحسن الأعمال إلى أن قال عليه السلام اللهم صل على محمد وآله واكفني ما يشغلني الاهتمام به أحيانا الإنسان يفاجأ ببعض الأمور التي تربك حياته لا سمح الله يصاب لا أحد من اقربائه من اسرته بمرض ما خطير مثلا فيحتاج الى ان يهتم ويرعاه لمده طويله او ان يصاب في ماله على سبيل المثال او ان يتاذى في جسده فبالتالي مثل هذه الاحداث المفاجئه تربك الانسان تربكه على المستوى النفسي فاحيانا يفقد اتزانه النفسي تربكه على المستوى العقلي لانها تشغل باله وبالتالي لا يستطيع ان يركز في الامور الاخرى وايضا تشغل وقته تستنزف وقته وتستنزف وتنت... طاقته وبالتالي مثل هذه الامور تربك حياه الانسان الامام سلام الله عليه هنا يدعو الله عز وجل واكفني ما يشغلني الاهتمام به يا ربي جنبني مثل هذه الامور كي استطيع ان اوظف عقلي وتفكيري احاسيسي ومشاعري طاقتي وجوارحي في الاعمال المنتجه سواء فيما له علاقه بالدنيا او المنتجه فيما له علاقه بالاخره يا رب لا تشغلني بتلك الامور المفاجئه المربكه كي اكون في طاعتك في خدمتك في استطاعتي ان اقدم الخير وان اعمل الخير على مستوى الفكره وان اقدم الخير على مستوى الكلمه وان اقدم الخير على مستوى العطاء والعمل واستعملني بما تسالني غدا عنه. ما اكثر الملهيات التي تشغل الانسان وتستقطع من اوقاته الشيء الكثير ثم ياتي يوم القيامه امام ميزان اعماله ليوزن هذا الزمن الذي عاشه في هذه الدنيا من خلال ما قدمه الانسان هذه الامانه التي حملها الانسان في هذه الدنيا توضع في الميزان فاذا به يجد بان ميزان اعماله لا يرتقي الى المستوى المطلوب لماذا لماذا الميزان خفيف لانه اضاع وقته او الكثير من وقته فيما ليس له مردود هناك امور هي ملهيات هي ترفيه في النتيجه لها جزء من تخفيف الضغط النفسي على الانسان في حياته ولكنها لا يجب ان تكون هي الاساس في فاعليته في الحياه لا يجوز ان الانسان يخصص وقته لمثل هذه الملهيات بحيث تستغرق اغلب وقته لان هذه الملهيات لا وزن لها في الاخره فاذا وجد الانسان نفسه امام هذا الموقف في ذلك اليوم يعيش الحسره والندامه ويتمنى لو يستطيع ان يعود الى هذه الدنيا ليخصص جزءا من هذا الوقت فيما يثقل ميزان اعماله من صلاه من تلاوه لكتاب الله من دعاء من مناجات من مساعده للناس من اعمال الخير التي ترضي الله وتخفف معاناه الناس مساعده الاخرين وامثال ذلك كالامر بالمعروف والنهي عن المنكر الى اخر القائمه مما يدخل تحت عنوان اعمال الخير والبر والاحسان ثم قال عليه السلام واستفرغ ايامي فيما خلقتني له هذه تكمله للفكره واغنني واوسع علي في رزقك يا رب الفقر قد ينقض على الانسان وبالتالي يشل تفكير الانسان الفقر لربما ينهش في ايمان الانسان وتقوى الانسان بحيث يبدا هذا الانسان يضعف يضعف ايمانه يفقد إيمانه تلقائيا تدريجيا وقد يصل به والعياذ بالله إلى حد التمرد على الله وعصيان الله وإلى حد الكفر بسبب هذا الفقر يا رب هذا الفقر قد يعطل حركتي في الحياة فلا أستطيع أن أعمل فيما خلقتني من أجله فيا رب اجعل لدي من غنى المال ما لا أكون فيه تحت معاناة مثل هذا الفقر ولكن الإمام ينبه إلى نقطة ولكن يا ربي في نفس هذا الوقت الذي تعطيني فيه سعة الرزق ولا تفتني بالنظر يعني اللهم لا تجعلني مصابا بالعجب بحيث أن هذا المال ينفخ في شخصيتي فأترفع بها على الآخرين واحتقر الآخرين يا رب لا تجعلني مصابا بهذا المرض وأعزني يا رب اني اطلب العزة والقوة من خلال المال والولد والمقام والشهرة بين الناس ولكن ولا تبتلي ولا تبتليني بالكبر لأن الإنسان عندما يحصل على اسباب القوه والعزه معرض الى ان يتحول الى طاغوت الى انسان متكبر متجبر الى انسان ظلوم وبالتالي يا رب عندما تعطيني اسباب القوه يا رب حصني من ان اقع في الكبر الذي يدمر شخصيتي واخلاقي وايماني ويؤذي الآخرين، حقيقة الإيمان، حقيقة التقوى تتجلى عند الإنسان عندما يمتلك أسباب القوة ويبقى مؤمنا تقيا يخاف الله ويبقى متواضعا ولذا الإمام عليه السلام بعد ذلك يقول: وعبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعجب يا ربي حتى العبادة حتى كثره العباده والتدين لها القابليه من خلال وسوسه الشيطان ووسوسه النفس ان تحول هذا الانسان العابد هذا الانسان المتدين الى طاغوت من خلال تدينه وعبادته بحيث يترفع على الناس ويرى نفسه افضل من الناس ويحتقر الناس وبالتالي يبدا يمارس الطغيان بصوره اخرى وعبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعجب واجري للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن وهب لي معالي الاخلاق واعصمني من الفخر يا رب اجعلني اعيش التواضع الحقيقي في ناس يتظاهرون بالتواضع في ناس يمثلون عندما يتواضعون في داخل نفسه يعيش الاحتقار للاخرين، يعيش التكبر هذا التظاهر هذا التظاهر قد يكشفه البعض وهذا التظاهر لن يوصل هذا الانسان الى قلوب الاخرين، التواضع الحقيقي النابع من القلب النابع من صدق اخلاق هذا الانسان في باطنه وظاهره هناك مصداقيه يا رب اجعلني اعيش هذا التواضع مع الناس بحيث انني عندما اتعامل معهم يشعرون بانني قريب منهم واستطيع ان ادخل الى قلوبهم فاذا دعوتهم الى الخير اذا تعاملت معهم تعاملا اجتماعيا احس باني الانسان الصادق الانسان الطيب الذي تبقى ذكراه عندهم ذكرى خير ويترحمون عليه عندما ينتقل من هذه الدنيا. يا رب اجعل هذا التواضع حاضرا مع كل ما املك من علم. مع كل ما املك من مال، مع كل ما املك من قوه، مع كل ما املك من نفوذ ومن امتداد جماهيري او شعبي او غير ذلك. يا رب اجعلني الانسان المتواضع المحبوب عندك. والمحبوب عند الناس اللهم صل على محمد واله ولا ترفعني في الناس درجه الا حطتني عند نفسي مثلها ولا تحدث لي عزا ظاهرا الا احدثت لي ذله باطنه عند نفسي بقدرها بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر